تفضلي يا فندم. سي امبوسيبل بعدك عم تفوتي عالم؟ لا انت عن جد سي ترو، ما بقى في اشوف عالم، انا حتى لونات حتى ما اشوف. ثانية واحدة يا فندم. لا ما بتقولي لي ثانية واحدة. تفضلي جيبي لي مي مسقعة. ماشي بسرعة. حاضر. فيكي تقعد هونيك؟ مدام فيكي تقعد هونيك؟ مدام؟ شو بقولك؟ دموازيل فيكي تقعد هونيك؟ نو مسيو؟ هاي شو جاي تعمل هون؟ جاي معنا مسيو. تقربا خدت خدت ما لقيتك. فعلا ما بعرف حدا بيشوفني وبعثني. ثانية تفضلي أردون شوي بدي أمرق. لو سمحت ممكن ثانية واحدة؟ إيه ده؟ في إيه ده؟ كنت في الريسبشن بار. تاني الريسبشن بار. لو سمحتي تفضلي. انا امل. جهين. هاي جهين، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام. انت وشك مش شايفه فيه شغل كتير، بس انت هنا منطقه دهنيه شويه. هون اصلا مش كويس. تراش ماركس هنا. خلينا نبص على وشك كده. عندك كام سنه؟ 19. 19؟ ايه ده انت لسه صغيره قوي، متجوزه؟ مخطوبة؟ ايه ده، اهلا، ازيك؟ مالك في حاجة؟ انت وشك محمر. متهيألي شفتك قبل كده. اتفضل افرد رجلك. يمكن ما ثبتيلي هذا الحصان عليك. اوكي ممكن تديني بس عندك كثير بروبلمات. لا عادك على المكتب بقى، خلص بشتغلش انا. لا عم فكر اطلع اتمشى. طب خلاص فيك توصلني مشوار. اقعدي اقعدي على المكتب انت بقى، اقعدي على المكتب. هي اختك؟ لا لك خطيبة عن جد؟ عن جد خطيبة؟ قلت لك مساحة حمراء تركا، هيدي بدها شهرين تتظبط. حبيبتي حبيبتي حرام، شو بدها؟ بدها كثير شيء. دي عروسة جاهزة بقى. عروسة جاهزة. ما عامل شيء على فكرة. فوزي يا شيخ حرام عليك. فكر شو بدي اعمل. أمال لما كنتش مع رقبة كنت عملتي إيه؟ يعني إيه؟ لكن مرقبة. يعني متقلقبة؟ شو بتقوليها؟ يعني ايه متعرقبة؟ معرقبة. قولي وراك يا حبيبتي. معرقبة. معرقبة. حلوة الكلمة. واو اي لاف ات. ايديا 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 بليز ايديا ايديا معرقبة. ايديا دي صفتك يا حبيبتي. صفتك. ميرسي. معرقبة. ماشي بس عشان نخلص بس عشان نمشي. ممكن نخلص؟ هيدا الفول. ممكن تسكت نخلص؟ لا نخلص. عم بتقلك سكوت؟ ما حلوة ما حلوة. بردون منك. طب ما تخلصوا وانا بقى ما تخلصوا بين دمك. بردون بردون منك ما حلوة ابدا. اذا بدك خديها معك روحي معه. بدي احكي معي شوي. يعني بدك تضلي قاعدة معنا؟ ازاي ده يعني بقى؟ هيك انا مش فاهمة في ايه وانت ساكت كده ليه؟ شو لازم يعني؟ تقريبا كل المناديل موجودة فاكر. خفت منها؟ قلت لك عندي بروبلم بالبشرة ما صدقتني. ايه ده في ايه؟ تعي فين؟ تعي شوي انا بقول لك شو البروبلم. ايه ده في ايه؟ تعي شوي انا بقول لك شو البروبلم. انت مين انت اصلا؟ انا نانيتا. مين يعني زفت الطين دي مين؟ نانيتا يعني انا نانيتا. والله؟ هلا اذا انت ما بتعرفيني مشكلتك. هو مودي بيعرفني. انت بتعرفي مودي؟ ايه بتعرفها؟ بيعرفنا. ممكن اقول خلص الا ليش بتخاف؟ ما بفهم الرجال بيخاف من مرته. خليك عادي. لا مش احنا دي مش مرته. انا مش مرته. ايدك ما تحطي علي. لا والله ايدك ما تحطي علي. ليه؟ انا حاسه انه انت ام عشان نخلص. ملوثة حبيبتي ولا ملوثة؟ ليه؟ ايه ملوثة يعني ليه؟ سيبني طيب في ايه وانت بتصوت خالص؟ طب ابعد عنا ليش عم تعمل؟ انت عبيطة ولا ايه؟ نو انا نانيتا. ما اسمي عبيطة اسمي نانيتا. ليه ممكن تقعدي مكاني؟ انا نانيتا. اوعى بقى يعني يا سلام اوعى بس انت ما بتعجبيه. وين البروبليم؟ انا ما بعجبه؟ يا معلقبة يا فتحي يا فتحي انا اي لايك مرعقبة وفتحي حلوين بس انتوا رجالين خاطبين بعض والله ما حق ما يطلع فيك. طب
رجال خاطب رجال ولا صعبه؟ صعبه صعبه رجال خاطب رجال ولبسه اصفر مثل عم جرب تقلبيني يا ملعوني انا ما قلتي كتب هي ما بتقلبيني والله بتقدري تكوني مثلي باي ذا واي والله والله فيك تكمشيني والله يا سلام جهاد انت ما بتدعي عليكي انت ما بتدعي عليكي انت ما بتدعي عليكي استخرب بيتك بقى انت فهمتش عايزه تبني عايزه تبني تبني على فكره احنا في عيله محترمه على فكره انا شفت فعل فاضح في الكاميرا انا شفت فعل فاضح في الكاميرا مين اللي عمل بقى عم تضربني اه انت ماده انت كمان ابرد لا شوفيني وشي مش عارفه مش مكان الدرس ده سيبني خلاص سيبني بقى لو انت مالي يا عيني ما كانش عمل كده وانت انا بوس الناس روحي اشتكي بصي اعملي لي محضر تعرفي تعملي لي محضر تعرفي تعرفي بدي اعزمها اليوم على خطبتنا ظبطي لها وشها اي حته ثانيه عديني انا ما انتوا جماعه تتبدى كلكم كده على طول جماعه تتبدى